كابتن كشري، اهلا بيك منورنا. اهلا بك يا هاني، اهلا بيك اخبارك ايه يا استاذ. كابتن؟ والله الحمد لله تمام، الحمد الحمد لله. لله يعني خير. الحمد لله. خلاص قررت الاستمرار مع الانتاج الحربي الموسم اللي جاي؟ والله يعني قعدت معاهم واتفقنا ومضينا العقود وده راجع برضو لان الناس عايزه استقرار للفريق. انت عارف الفرق اللي بتنزل من الدوري الممتاز للدرجه اللي تحت بتبقى في مشكله احيانا بتواجههم، ان هم بيتصدموا في الواقع تحت والدرجه، وفي فرق نزلت اختفت يعني، او بمعنى صح نزلت للدرجه الادنى زي طنطا والنجوم وفرق كتيره يعني. ليه؟ لانه ما حافظوش على القوام وعلى الشكل بتاع الفريق، وكان من منطلق ده يعني كان يعني انا لبيت طلب يعني وزاره الانتاج الحربي والمسؤولين، لانه عايزين يحافظوا على قوام الفريق وعلى قوه الفريق، ومع مدرب بتاعهم عارف قدرات اللعيبه وعارف هو عايز ايه. فبالتالي يعني لما قعدنا مع بعض توصلنا لاتفاق في حاجات كتيره، والناس يعني كانت الامور الحمد لله مرنه. وانت عارف كره القدم متاح فيها كل حاجه يعني، وانا يعني ما كنتش عايز اخد الخطوه عارف في النزول، ولكن انت بتتكلم في نادي برضه عنده استقرار وعنده استاد وعنده امكانياته الخاصه. فانا برضه يعني من جانبي يعني قلت لا طبعا نادي الانتاج الحربي استحق ان الواحد يكمل معاه، تمام، عشان حتى الفريق يبقى يعني نازل بقوته او بالعناصر بتاعته، ما يبقاش مفهوم. فيه دروب بيحصل في بدايه الموسم. اه وكل شيء وارد يعني، النهارده انا موجود معاهم، بكره ابقى في حته تانيه اه ممكن هل ده يعني. كان ضمن الاتفاق انه لو جالك عرض من نادي في الدوري الممتاز يدولك الحرية في انك تمشي، ولا كان الموضوع مشي ازاي؟ لا لا كان موجود، وده كان شرطي بصراحه، اه وقلت والله. الكلام ده قدامهم، قلت لهم انا لو جالي حاجه في الدوري الممتاز ايوه هبلغكم قبليها، ومش هسيب الفريق في موقف وحش، تمام. او مش هسيب الفريق في وقت يعني صعب، لكن برضو لازم تتيح لي الفرصه دي، خاصه ان انا يعني الحمد لله عملت اللي عليا معاك تمام. وزياده، ومصر كلها شافت الفريق وظهر لعيبه الحمد لله في الفتره بتاعتي يعني تالقوا بشكل كبير، واكيد النادي هيستفاد من بيعهم، والناس مقدره الكلام ده بصراحه، تمام. ويعني اتفقنا وحطينا بنود وشروط، وهم ناس يعني محترمه، لكن انا كان من شروطي طبعا، لان من برضو ما اعرفش بكره في ايه، صح. وخاصه يعني النتائج والحمد لله والفرق اللي والانتاج الحربي يعني من حقي برضو ان انا لو مفهوم. جات حاجه بس يبقى عشان ما يبقاش في حاجه تزعل، لكن حاطين شروط جزائيه علينا احنا الاثنين تمام. في الحاله دي يعني بنقرر، لكن مش معنى كده ان انا مش هبقى مركز معاهم، لا بالعكس انا هبقى مركز معاهم جدا وهم الاولويه ليهم، وهركز مع الفريق جدا عشان الفريق ان شاء تمام الله باذن الله يرجع تاني. بإذن الله. هل من ضمن العروض المحتملة دي عرض من الأهلي إنك تكون عضو في الجهاز المعاون لمستر بيتسو موسيماني كابتن كشري؟ والله بص يا هاني، انا ما حدش كلمني من النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتي، وتربطني علاقه طيبه بمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم، وطبعا يعني انت عارف النادي الاهلي ده بيتي يعني، وشرف لاي طبعا. حد ان هو ينتمي النادي الاهلي، ولكن ما فيش حاجه يعني ما حدش كلمني في حاجه من دي، ولكن لو جه النادي الاهلي اكيد النادي الاهلي يعني يعني اهم حاجه بالنسبه لي او اولويات النادي الاهلي، ما اقدرش اقول للنادي الاهلي لا. وبالتالي يعني اي نادي، انا حتى مش نادي الانتاج الحربي، اي نادي هيبقى يعني هيبقى مقدر الموقف ده لو جالي النادي اللي هو بيتي، ونادي النادي الاهلي اللي بتربطه بكل الانديه وخاصه بنادي الانتاج الحربي علاقات طيبه. فاعتقد الامور يعني بس تمام لما يبقى في كلام يعني رسمي ساعتها تمام يبقى في كلام. هل بمناسبة العلاقة الطيبة بين الأهلي والإنتاج الحربي، كنت متابع التفاوض اللي تم بخصوص مصطفى البدري قبل ما الأهلي أكيد. يعلن انسحابه؟ كان إيه التفاصيل وخلصت ليه وقفت بحسب الأهلي يعني؟ والله بص يا هاني، مصطفى جاله عروض كتيرة، جاي له ولحد دلوقتي عنده أكتر من أربع خمس عروض كبار، ومصطفى طبعا بما إنه لعب في النادي الأهلي فأكيد الأولوية أو حبه أو كان يتمنى إن هو يروح النادي الأهلي، ودي حاجة طبيعية، ممكن ما يروحش النادي الأهلي مثلا ويروح الزمالك عادي، ده وارد إن هو بيدور على الأفضل بالنسبه له، كان يعني الاحسن بالنسبه له هو طبعا النادي الاهلي، وكان في يعني دار كلام بين المسؤولين التعاقدات في النادي الاهلي ورئيس النادي،
وكان الامور اعتقد ان هي كانت ماديه وكان يعني عايزه مرونه شويه في الوقت ده. في فوارق بين المعروض والمطلوب؟ يعني اقف في بعض الفوارق ما كانتش كبيره للامانه عشان اكون صريح معك، بس في الاخر النادي الاهلي بيدور على اللي هو عايزه والامكانيات اللي تناسبه، وكان نادي الانتاج الحربي برضه يعني ناس بترحب، لان المسؤولين في نادي الانتاج الحربي يعني بيكونوا كل الاحترام للنادي الاهلي. فبالتالي الموضوع بعد اخر فتره دي، اخر ماتش او اخر فتره اخر اسبوع، اعتقد ان الامور هديت. يعني قبلها كانت الامور بجديه واقوى، وكانوا برضه هم منتظرين يعني رد من الجانبين يوصلوا لنقطه اتفاق، لكن دي بتحصل كتير، ده ما يقللش من 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 اي حد في الطرفين. مفهوم. ومصطفى لاعب محترم وممكن يبقى في نادي كبير برضه او يروح انديه من الانديه اللي طالباه وانديه كويسه. مفهوم. فيعني في الاخر يعني بتمنى له التوفيق باذن النادي الله اللي هو هيكون فيه، ونادي الانتاج الحربي يعني عايز برضه يبيع اللاعب بالشكل اللي هو اللائق اللي ظهر بيه، المستوى بتاعه انت شفت يعني تألق جدا، وخاصة مع الفرق الكبيرة، ومصطفى من اللعيبة اللي أجادوا السنة دي وكان مزبوط. يعني من أهم اللعيبة في الدوري المصري. بشكرك جدا كابتن كشري، مبروك التمديد مع الإنتاج الحربي، وإن شاء الله نشوفك قريب سواء مع الفريق في الدوري الممتاز نفسه من جديد أو مع فريق آخر طبقا للاتفاق المبرم مع الإنتاج الحربي. مدير فني يعني تألق هذا الموسم رغم هبوط فريقه.